أهلا بكم من جديد، ونتابع حلقتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، ووقفتنا الأولى في صفحة جلالة الملكة رانيا العبدالله التي رفعت صورا جديدة لها أثناء التقائها بعدد من منتفعي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي أطلقته كحملة في رمضان 2003 وتأسس عام 2006، فحازت الصور على آلاف التعليقات. أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد هنأ على صفحته على تويتر السباح مايكل فيليبس لتحطيمه الرقم القياسي لعدد من الميداليات الأولمبية، فرد فيليبس عبر صفحته على تويتر شاكرا عن الرئيس أوباما، مغردا أنه كان له شرف أن يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في رياضة السباحة. وفي حديثنا عن الأولمبياد، شارك آلاف النشطاء لعبة إلكترونية عن رياضة السباحة في أولمبياد لندن، فلنتابع. إلى مصر، حيث سخر نشطاء فيسبوك وتويتر من قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء السابق كمال الجنزوري مستشارا سياسيا له، ومنحه قلادة النيل لخدمته طوال فترة رئاسته للحكومة، حيث تساءل عدد من الصفحات كيف لمرسي تكريم الجنزوري الذي قام من قبل هو وجماعة الإخوان المسلمين بشن هجوم حاد عليه هو ووزارته. هذا واستمر النشطاء بنشر العديد من الدعوات لتنظيم مليونيات يوم 24 من أغسطس المقبل للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه، وذلك عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل وأدائه اليمين الدستورية. ونشر النشطاء العديد من الصور للدكتور محمد مرسي وهو يقبل رأس الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، معلقين عليها: هل يتوهم الإخوان أن ينتخب المصريون رئيسا تابعا لمرشد يقبل رأسه؟ لبنانيا، احتفل نشطاء تويتر بعيد الجيش اللبناني، حيث أنشأوا هاشتاج تمنوا عليه أن يبقى جيشهم حاميهم وحامي بلدهم لبنان. وعبر صفحة الفيسبوك تم إنشاء صفحة خصيصا بهذه المناسبة بعنوان الجيش اللبناني، شارك فيها أكثر من 17,000 ناشط. وأبرز ما تداوله النشطاء أوبريت جديد تم تصويره خصيصا بهذه المناسبة من غناء عاصي الحلاني، نوال الزغبي، وائل كفوري، ونانسي عجرم. مرحبا، يوم عيدك يوم بعد يوم عم تكبر، يعني أنت مواطن كبير. ما بعرف شو بدي أهديك، حتى أمي وبي وجدودة هيك، بس بودك لما أكبر رح أهتم فيك، رح أضرب لك سلام. ولبنان كان بعتمتو غرقان إلا ولمع سيفك يا فخر الدين، وبدي تحكاي اسمها لبنان. مع الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب نتابع قسمنا الأخير، وسبعة ملايين مشاهد هو العدد الذي شاهد الأغنية الجديدة للنجم جاستن بيبر. As long as you love me.
إعلان لحقوق الإنسان من بطولة النجمة العالمية بيونسي حاز على نسبة مشاهدة تخطت 30,000. On August 19th, 2012, it's high time we rise together. Do one thing for another human being. Nothing is too small. Make your mark and say, I was here. Go to WHDIWasHere.org and together we'll make our stories known. One day, one message, 1 billion people taking action for each other. إعلان لتشجيع السياحة في ديزني لاند في باريس حقق أكثر من 400,000 مشاهد في أقل من 24 ساعة. Thank you, good sir. You know, I think they're trying to tell us something. Yeah. Fine, we'll have Minecon at Disneyland Paris. إلكترونياً حقق فيديو للعبة سباق سيارات على أكثر من 150,000 مشاهد. أردنياً حاز فيديو للكرتون الشهير عواد أبو شفة على نسبة مشاهدة عالية. صراحة يا جبر وبدون مقدمات أنا كنت أرى. إيه وكشو مالك يا عواد؟ ليش هيك بتحكي عن حالك؟ أنا مش ابن عيلة ووضعي المالي زي الزفت وبكفي اليوم الهوشة. آه يا عواد وشو صار معك يوم الهوشة؟ يا زلمة فوق ما أكلنا قتلي من الشباب وطلعوا الشباب واصلين رحت أشكيهم بالأخير حبسوني أنا 3 أشهر والشباب طلعوا براء. يا أخوي يا عوض أنا بدي أحطك بعيوني وأضمك لعيلة قوانص. بس أنا مش من عشيرة القوانص. شوف أنت خدمنا بأكم من خدمة وما عليك اعتبر نفسك وصلت. إيدك أبوسك يا جبر إيدك. أستغفر الله العظيم. وبدأ عوض بالقيام بخدمات لعائلة قوانص. بدأ الخفيف بشوية رشاوي من تحت الطاولة على تزوير، ثم أعطاها مهمات أثقل شوي، خطف وتهديد بالقتل. حلقتنا انتهت. متابعة ممتعة لبقية برامجنا الرمضانية، ولقاؤنا يتجدد في الغد. إلى اللقاء.